أهلا وسهلا مشاهدينا الواصل، مشوار الصباح المباشر والحي على شاشة قناة الشروق. ظروف صعبة واستثنائية كل ما مرة بنذكر فيها بنعيش الآن في السودان، وانعكست على جوانب الحياة المختلفة. أبرزها يعني الراتب الوظيفي أو الأجر اللي بيتقاضاه الشخص في الحياة إذا كان في وظيفة في عمل حكومي أو عمل خاص. متغيرات الزمن كل ما مرة محتاجة لترتيب أولويات مجددا في جدول الرواتب وزيادته كمان، والمنح الكبيرة ممكن تأتي للعامل بالذات. المعاشيين لفترة من الزمن يعني عاشوا أزمة كبيرة خاصة مع ظروف المتأرجح في الاقتصاد السوداني، ما في كان زيادات بصورة كبيرة، والآن في زيادة تقدر ب 300 يعني في المئة. نشوف الحاجة دي تأثير عليهم كيف، وهل هم بيطمحوا للمزيد؟ وكثير من القوانين التي تسن في الفترة الأخيرة بخصوص حفظ حقوقهم وواجباتهم. نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذ أحمد نمر رئيس اتحاد معاشي التأمين الاجتماعي. أهلا وسهلا، صباح الخير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولك التحية والتقدير والإجلال، والتحية أيضا زفها للغايمين على أمر هذا البرنامج الحي والمسموع والمرئي، والتحية أيضا لكل الذين شاركوا في أن أكون ضيفا لك هذا. الله يسعدك أستاذ. نحن عايزين نتكلم عن الزيادات الأخيرة اللي حصلت في الراتب أو المعاش اللي أضيفت أخيرة بالنسبة المئوية اللي أنتم شايفينها، نتكلم عنها أول. أنتم هل هي كانت ترتيب أولي من قبل الحكومة، ولا أنتم سعيتوا عشان الحاجة دي؟ أرجو أن تسمح لي أولا أن أحيي كل معاشي السودان في كل ولايات السودان، في كل محليات السودان، في كل بيت من بيوت السودان يود معاشي. وطبعا كما تعلم ان المعاشين ديل، يعني انا دائما بقول انه المعاشين ديل عباره عن كتب تمشي بارجل، يعني يا سلام. فكل الدول وكل العالم بيستفيدوا من مقدراتهم، وانه الشخص العامل يعني عندما يعني ينزل المعاش او يتنحى من عمله الى المعاش، يجب ان على الدول ان تستفيد منه. هذا هو يعني يمكن كل الدول استفادت منهم يعني، ولذلك انا بحييهم وبقول ايضا التحيه. لابد لي ان سامحك عذرا في انه احيي الساده مجلس الوزراء الذين يعني شكلوا لجنه لتحسين المعاشات، انا كنت عضو فيها، والحقيقه يعني اللجنه دي انا بحييهم كل زملائي في هذه اللجنه، يعني وقفوا على مواقف عديده جدا في تحسين المعاشات. يمكن انت كما تفضلت ذكرت انه المعاشين كانوا بيعانوا، المعاشين هم مواطنين من ضمن مجموعه المواطنين في الدوله يعني، لكن التاثير المباشر عليهم لانه كانت معاشاتهم ضعيفه، وهم في اعمار يعني الدوله يجب كان ان تنظر اليهم يعني. والمعاشين دول هم مين؟ هم الذين بنوا هذه الدوله وهذه الصروح التي تراها، هم ده جهدهم وعرقهم يعني. فمن باب اولى انه الذي يعني بذل العطاء يعني الناس انه ينظروا له في هو في كبره يعني. ولذلك بفتكر انه القرار 293 لل 2022 قرار مجلس الوزراء ده نحن خدتينه في مربع من ذهب يعني، في انه يعني هو ده ما طموحنا في انه هي دي كفايه، لكنها يعني شيء من لا شيء يعني. فانا بفتكر انه الزياده 300 تمت للمعاشات الحد الادنى ان موفقه الى حد كبير جدا، خاصه ونحن في لجنه تحسين المعاشات في مجلس الوزراء يعني وقفنا مواقف عديده جدا، وبحثنا في الشغل في 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 في, في المقترح ده في ايام طويله يعني. وانا بشكر اخواننا اعضاء اللجنه انه صبروا علينا، نحن كان صوتنا عالي في انه نحن نصل ل 300%. انا بفتكر انه زياده الى حد ما مرضيه للمعاشي، وان نغلت المعاشي لحد مرضي، ولكن ذلك ده مش طموحنا كله يعني. صحيح. استاذ احمد نمر، هل ده في المركز الخرطوم فقط ولا تشمل كل ولايات السودان بخصوص هذه الزياده؟ انا بحيي اسمحك ايضا المره الثالثه فانه احيي كل اخواننا في اتحاد العام للمعاشات التامينات الاجتماعيه في كل بقاع السودان، كما احيي زملائي في الاتحاد العام للخدمه المدنيه. ونحن يمكن صنوان نحن بنشكل مجلس تنسيق مع بعض، لهم رؤساء الاتحادات الاثنين مع الامراء العامين بمجلس تنسيق. هو المجلس التنسيق ده هو ده المرض به، انه مع جهات بدل كل الاتحادات تمشي ال 40 شخص بيمشوا المجلس التنسيق. والحقيقه نحن عبرك بنشكر الاخ وزير التنميه الاجتماعيه وكيله النشيط جدا، نحن فاتحين ابوابه لنا والله في اي وقت،
وحقيقة كل الجهد اللي تم ده يمكن يكون تم من الوزارة، فإنه الوزارة رفعت مقترحاتنا دي لوزارة المالية، وحي عبرك وزير المالية، وزير المالية برضو معاشي معانا يعني، عشان كده الزيادات دي جات من قلب يحمل رؤى المعاشين يعني. طيب أستاذ أحمد نمر، أنت ذكرت إنه هي قد تكون هي يعني بادرة خير، أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي يعني، تذكرت كذا وتطمح للمزيد وهن ما مرضية يعني بشكل كبير. طيب هي زيادة فقط ولا في حاجات تانية ممكن تكفي احتياج المعاش يعني؟ والله أنا يعني سؤال جميل يعني، ما أعرف أنت ناوي تنزل معاش الحقيقة نحن هو مسلس بتاعت خدمات، نحن مشينا فيه لحد بعيد يعني، انه هي مش انك تزيد المعاش بس، لا نحن معاه لائحه، نحن ايضا يعني اعضاء في مجلس الاداره في الصندوقين. انت تعلم انه الصندوق القومي الوطني للتامينات والمعاشات الاجتماعيه صندوق مجلس اداره موحد للصندوقين، كل صندوق عنده ذمه ماليه مختلفه لكن الاداره موحده على راسها سيد الوزير. وقبل ما تطلع هذه قبل القرار 293 ده، نحن في مجلس الاداره اصدرنا لائحه اسناد المعاشين، لائحه ممتازه ثره جدا، هي بتعني به النواحي الصحيه والعلاجيه والتعليميه والسكنيه وانسون يعني، لائحه ممتازه جدا. وقبلها وانا عضو في اللجنه الوطنيه لكبار السن، يمكن من كلامي ده انت بتشوف انه الى اي مدى وزاره التنميه رابطه يعني قادر تربط اتحادات المعاشات بفعالياتها، يعني اتحادات المعاشات نحن اعضاء في مجلس الاداره، ونحن اعضاء في اللجنه الوطنيه لكبار السن. في اللجنه الوطنيه لكبار السن وانا يعني اشكر اخواننا في الوزاره، انا كنت واحد من الخمسه قانونيين اللي خدتين قانون كبار السن، والقانون كبار السن ده عملنا له ورشه في مجلس الوزراء تم اجازته من مجلس الوزراء، ونحن هسه بنطمح انه ينزل من مجلس السياده عشان يكون متواكب مع زياده بتاعت المعاش واللائحه اللي تمت اجازه في مجلس الاداره، يعني زياده معاش ومعاه لائحه اسناد ومعاه قانون بتاع كبار السن برضه فيه مزايا ممتازه جدا. وانا انا 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 ارجو انك تعمل حلقه لاخواننا في الوزاره عشان يجوا يقدموا القانون ده. طيب استاذ احمد، يعني انت بما انك فتحت المحور اللي كنت عايز اتحدث فيه عن قانون كبار السن، يعني بصوره سريعه شنو ابرز الميزات اللي بيضيفها هذا القانون خاصه بمسماه الجديد يعني بشكل هو عام؟ يعني يمكن من المعنى الشامل له قانون كبار السن ده قانون خاص بيعني بكبار السن زي القوانين الاخرى الثانيه. الأطفال عندهم قانون بيحميهم، المعاقين عندهم قانون بيحميهم، أنسون الرياضة وزارة الشباب اللي الشباب عندهم قانون بيحميهم، ولذلك كل الدول نحت هذا المنحة إنه كبار السن اللي يكون عندهم قانون. أهم حاجة فيه هي البطاقة المعاشية، البطاقة كبير السن اللي بيتميز كبير السن عن الآخرين يعني. طيب أستاذ أحمد، نحن الظروف اللي معيشة هسه دي ظروف صعبة شديد يعني، ضاغطة على حتى الزول اللي بيشتغل واللي عنده كم وظيفة تاني، فما بالك بالشخص المتقاعد عن الخدمة ممكن هو يكون يعني مد متواصل يمشي على قدمين وهو جالس في منزله. فبخصوص العلاج اللي بقى صعب ده يعني، أنتوا خصوص كمعاشين أو كجهة اعتبارية دوركم شنو في الجانب ده بالتحديد في توفير كل أولويات المعاشين من بطاقة تأمين صحي إلى ذلك؟ لك الشكر. اولا كل معاشي السودان في سواء كان في القطاع العام الخدمه المدنيه او في معاشات التامينات الاجتماعيه بيمنحوا بطاقه علاجيه مجانا بتدفع الدوله يعني، سواء كان في الدوله في القطاع العام او التامينات الاجتماعيه في التامين الاجتماعي. وانا عبرك احيي كل العاملين في هذه الصناديق وعلى راسهم مدير الصندوق القومي للوطن التعليمي، ان البطاقه العلاجيه دي اصلا يوم من الايام يعني ما كانت يعني عائق بالنسبه للمعاشي ولا كانت هم، ليه؟ لانه يعني الاداره في الصناديق دي يعني يعني مهمومه كبير جدا بانه توفر البطاقه العلاجيه، ونحن كمان في اتحادات المعاشات همنا اكبر في انه نحن اي معاشي ما عنده بطاقه علاجيه نحن لازم نوفر له البطاقه العلاجيه، وانت تعرف انه البطاقه العلاجيه دي نعم التامين الصحي فيه بعض الادويه خارج البطاقه، لكن برضه عالجناها في اللائحه
جينا قاعدين في اللائحة، نحن في اللائحة دي نحن عالجت المسائل اللي إنه العلاج خارج التأمين الصحي والعلاج خارج السودان أنسون، المسائل هي عالجت اللائحة. هي اللائحة دي حتنفذ 200 يعني بعد الإجازة تم إجازتها والتنفيذ بتاعها على أرض الواقع. تم تنفيذها، وهي أصلا اللائحة أجيزت من مجلس. لا أنا بقصد بخصوص التأمين الصحي، يعني أنت ذكرت إنه حتى في علاج خارج التأمين الصحي ممكن يرهق المريض أو المعاشين، يعني الحاجة دي موجودة إنه الشخص المريض ده يعني في اللائحة اللي أنتوا ضمنتوا له في حقوق العلاج عادي يعني متاحة جدا. يعني المريض اللي عنده، أفرض إنه المريض عنده مثلا أي مرض إن كان، عملية بمية مليون مثلا، الزكاة والتأمين الصحي بيدفع مقارب 60%، وفي اللائحة دي بتقول شنو؟ إنه الفرق ما بين ما تدفع الزكاة والتأمين الصحي يدفع 50% منه صندوق القومي للمعاشات التأمين الاجتماعي بدون تصديق ولا طوالب بس بالبطاقة، عشان الموضوع ده ممكن يتابعونه. لا ما انت وردي، انت وردي العملية دي بتجيب لها، بيجيب تصديق من الجهة المعنية. الجهة المعنية انت بتمشي تقدم موظف منتظرك في الصناديق ديل، ده معني باستقبال المعاش، وبعد ذلك بيقوم لك بالعمل اللازم. بس الآن في لجنة، الآن نحن حقيقة أنا بحيي أخو زملائي في مجلس الإدارة على رأسهم السيد الوزير في إنه الآن اللجنة دي مناط بها إن تجمع الآراء اللي أنا قلت لك عليها دي، في إنه المعاش ما يمشي بنفسه، يمشي يفتش الصحة، يفتش الزكاة، يفتش التأمين الصحي، لا يكون الشغل ده في مكتب واحد ينجز له العمل ده في كله. طيب فنحن إن شاء الله بصدد قيام اللجنة دي، إذا تمت المعاش بعد ذلك بيبقى العمل شو زي. أستاذ أحمد ما شاء الله يعني أنت زول وفي شديد، يعني من بداية الحلقة بتحيي أي زول في مكانه، وإن شاء الله يعني دي امتنان وتقدير منك كبير حتى على مرورك على كل المواقع اللي أنت عملت فيها. طيب في زاوية أخرى، قفة الملاح برضو صعبة على المعاشين، فما بالك على الزول برضو شغال وعنده رزق معروف يعني، بخصوص المعاشين. زمان كان في جمعيات التعاونية ممكن تسد الحاجيات بالذات في الأحياء، فالموضوع ده أنتوا كيف ترتيباتكم له بخصوص لجان الأحياء أو الجمعيات التعاونية في الأحياء ممكن توفر الموائد؟ نحن الحقيقة يعني في 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 الاتحادين، اتحاد التأمينات الاجتماعية عندنا محفظة في بنك الأسرة، نحن مؤسسين لبنك الأسرة، يعني نحن مش يعني بس المؤسس الصندوق اللي نحن متبع له، لا نحن كاتحاد عام نحن مؤسسين في بنك الأسرة، عندنا محفظة. المحفظة دي لها 5 سنوات لم يتعثر منها معاش واحد، وكذلك أخواننا زملائي أنا بحييهم زملائي في اتحاد الخدمة المدنية، أيضا عندهم مؤسسة اقتصادية، هذه المؤسسة بترعى شؤون المعاشين في إنه تقدم مشاريع صغيرة وبترعى شغلهم وكده، بتقدم لهم مساعدات كبيرة جدا. أيضا هم في الخدمة المدنية المؤسسة حتنهض إن شاء الله في الأيام الجاية، ونحن كان الشغل بتاع المحفظة متوقف. أنا حقيقة عبرك بحيي كل المعاشين في السودان وبقول لهم إن شاء الله من خلال شهر فبراير القادم إن شاء الله المحفظة هترجع بثوب جديد وقوي جدا، ونحن إن شاء الله حنطلع نشرة في لكل فروعنا في السودان إنه المحفظة إن شاء الله حتبدأ من جديد. طيب أستاذ أحمد بصورة سريعة لأنه الزمن خلص، بخصوص إحنا ذكرنا قبل إنه هم امتداد لخبرة كبيرة موجودة على أرض الواقع، مرات بيكونوا قاعدين في البيت ومرات بيكونوا عندهم أعمال أخرى أو مشاريع صغيرة، بخصوص مشاريعهم يعني كيف ممكن نشجعهم وندعمهم أكثر عشان يواصلوا هم بالضرورة يكون عندهم اللي بكفيهم احتياج وممكن يساعدوا غيرهم كمان معاشين؟ شوف المعاش ده هو مش ذلك الشخص الذي نزل من العمل للمعاش، المعاش ده ما هو كبير أسرته، المعاش ده كبير المجتمع، المعاش ده الخبرة المتراكمة الماشية، أنا زي ما قلت لك المعاش ده كتاب يمشي على رجلين اثنين، أصلا المعاش ده مش ممكن أنت تستغنى عنه يعني. فإذا جلس المعاش ده في الكرسي بس حتى المعاقين عندنا، أنا بحييهم كل المعاقين في المعاشين، حتى المعاق ده اللي بيجلس على الكرسي هو ده عبارة عن جامعة قاعدة فيه. أنا بقصد مشاريع بدعوا لهم هم ينفذوا مشاريع استثمارية، أنا مذكرت عليك عبر ما مشاريع اللي بتقوبها أنتم، مشاريع هم الخاصة عشان يسندوا نفسهم هم في الأساس، يعني هم برضو ما وصلوا. إذا أنت قلت لي إنه المعاش ده من المعاش بيعمل له مشروع عشان يسندوا، دي طبعا إسلام من المستحيل، فلا بد إن إحنا نعمل له عمل آخر بأنه نحن نسنده. نحن حقيقة في الاتحادين، اتحاد الخدمة المدنية واتحاد المعاشات، من اشتراكاتنا دي عندنا 20% منها تكافل، يعني المعاش اللي بيصل لنا نحن بنقدم لهم مساعدات. الحاجة الثانية
المعاش اللي انت بتقصده اللي في بيته ما قادر يعمل حاجه بنقوم نديه مشروع صغير انه بحيث انه يكون شيء اقتصادي ان شاء الله بالنسبة. ان شاء الله مقدر جدا استاذ احمد نمر رئيس اتحاد معاشي التامين الاجتماعي والقانون القانوني على حضورك صباحا، شكرا جزيلا وان شاء الله البشريات تكون قادمه بالنسبه للمعاشي لكل اهل السودان. كثر خيرك. احيانا حقيقه اشكرك واشكر اشكر عبرك قناه الشروق والقائمين على هذا البرنامج اللي تحت هذه الفرصه، ولك شكري وتقدير. شكرا شكرا جزيلا.